أذكر كمان طبعا أنا من هواياتي إني أركب الخيل، ف يعني هذه كانت من أجمل شيء عندي إنه أنا كنت أركب الخيل وكنت يعني أتسابق. عندنا هان بالمنطقة يعني عند الدار في منطقة واسعة شوية، وكان عند أخوي محمد خيل عربية أصيلة، كنت أنا اللي أركب عليه وأتسابق. أحب الخيل عندي أو الفروسية بشكل عام، هي من الرياضات المميزة عندي. من وأنا صغيرة يعني تعودت أركب الخيل، وهذا ما يعني كانت مميزة. كمان يعني كان عند جدي الله يرحمه الشيخ نايف الخريشة الطيور، فكنت يعني أعرف ألاحظ أشوف عندها طيور وكذا، فكنت يعني أحب هذه الأشياء اللي لها رمز وخلنا نقول علاقة، أو هي أصلاً رمز البداوة، سواء الخيل أو المقناص. هذه أشياء تعودنا وتربينا عليها. وأنا ذكرت أنه حنا من عائلة يعني بدوية ومحافظة، ونحب ان نرسخ الاشياء اللي لها علاقه بتراثنا وتاريخ اجدادنا.